مراسلنا ياسر دبابش. ياسر، ما هو الجديد لديك؟ الجديد لدي يارا هو الحديث بأن أحد عناصر الشرطة البلدية هو الذي أعلن عن استشهاده قبل قليل. دعيني أتحدث عن حالة الاستنفار القصوى في عموم وأرجاء العاصمة التونسية، لا سيما قرب المناطق السيادية والحيوية على حد سواء. هذه التحركات الأمنية أو هذه الحالة تأتي بعد التفجير الذي وقع بالخلف تماما تقريبا، هذا التفجير في قلب العاصمة التونسية في منطقة بداية، دعينا نقول إنجاز التعبير، لسوق شعبي في شارع شارل ديغول المتفرع من شارع الحبيب بورقيبة. هو هذا الشارع أكبر الشوارع في العاصمة التونسية والذي توجد فيه مقرات سيادية وحيوية. أنباء تحدثت عن يعني من قام بتفجير نفسه ربما انتحارية، هذه المعلومات أولية لم يتم تأكيدها من المصادر الرسمية حتى هذه اللحظة. إذا ما تحدثنا على حصيلة للتفجيرين ربما أو للحادثين الإرهابيين حتى هذه اللحظة، نستطيع القول بأن عدد الإصابات ربما بلغ 7 إصابات.